بعد ما حضر طريق برفقة الابن ديالو ونساجم تماما مع الجمهور الحاضر معنا، بدينا بتنفيذ الخطة. وقبل ما تنطلق المقابلة الأولى للدوري الوهمي الخاصة بالصغار حضرنا ليه مفاجأة. المسابقة المقابلة ديالنا قررنا نضمو واحد المسابقة ديال الطومبولة، ولكن قبل الطومبولة غادي تشاهدوا معنا واحد اللوحة فنية ديال الرقص. هادي واحد الفريق ديال بريك دانس. يلا موسيقى ميوزيك. هنا غيعلن المنشط على إجراء مسابقة خاصة غيتم من خلالها سحب القرعة والإعلان على 3 ديال الفائزين محظوظين اللي غادي يقوموا برمي الكرة في السلة، والفائز فيهم غادي يربح شيك القيمة ديالو 3 مليون سنتيم. إيوا في الحقيقة هذه القرعة كلها في بركة، لأن القريعة الأولى اللي غادي نسحبوها فيها الأرقام الخاصة بالجمهور، والثانية حتى هي. أما القريعة الثالثة درنا فيها غير الأرقام اللي كتتعلق بالإبن ديال طريق البخاري. دونك ان واخا واحد اللحظه الله يخليكم. الطفل الصغير الى الله سمع دابا بانه ابن الفنان ديالنا الممثل طارق البخاري اللي غنطلبوا منه يتقدم. طارق البخاري، طارق البخاري استسمات سي طارق تقدم معنا هنايا. تقدم معنا كلمة الله يخليك. دابا ولدي جات فيه القرعة، انا ما ربحت والو، هو اللي ربح. واللي اهم من هذا الشيء كنشكروا المنظمين ديال هذا الحفل، وكنتمنوا نبقاو نشوفوه ديما هنايا في الحي ديالنا ولا في الاحياء الاخرى. كنشكر الفرقة ديال بريك دانس، تبارك الله عليكم، سبيكتاكل مزيان. كنتمنى حد سعيد الفروق اللي مشاركين في التظاهرة. بريك دانس المشارك غنغمضوا ليه عينيه وغنطلبوا منه باش يرمي الكره في السله. وبطبيعه الحال واخا يكون احسن لاعب كره السله في العالم ما غاديش يتوفق. وهذه البنيه اللي تعزلت حتى هي بطبيعه الحال ما غاداش توفق. ايوا من بعد ما جا الدور ديال الابن ديال طريق البخاري الكون صغيور ما غاديش يقدر يرمي الكره، وهنا غادي نوقعوا طريق في الفخ ونطلبوا منه باش يقوم بالرميه. ايوا ها هو مستعد، غمضات ليه المضيفه ديالنا عينيه، والابن ديالو هو اللي غيعطيه انطلاقه ديال الرميه باش نزيدوا نشجعوه اكثر. الشعور ديالك معنا في هذه المشاركة؟ أنا
ما كماركاش حل العين يعني ما كماركاش وانا حل العين ولكن راه تسي معنا لا ما تقولوش داك الخلاف طريق البخاري كيسولني واش دخلت الكره دخلت ولا لا والجمهور كيحكم بان الكره دخلت وطريق البخاري شيخ كثير ما فهم والو زعما ما فهمت والو قال لك ما فهم والو السيد ربح 3 مليون الفنان ديالنا طريق البخاري كنشكركم بزاف وما ما عرف ما نقول الله ما عرف ما نقول شكرا للجمهور وشكرا للمنظمين هدية واخا سي طريق غادي نحاولوا اننا نشوفوا بالعرض البطيء هذه الرمية ديالك الرائعة على التلفازة اللي متواجدة تحت لو بانو اوه امبوسيبل تدخلوا عليها لا طريق ماشي غير وقع شي عطب او شي خلل لا ماشي مساله ديال الضحك وقع شي خطأ انا ما عرفتش نتفاجئ بحالي بحالك واخا نسمعوا الراي ديال الجمهور جمهور طريق البخاري كيشارك معنا شكرا في الكاميرا الخفيه ماشي انا الاول ولا الاخر اللي دارت فيه وكنشكر الفكره اللي متقونه زعما انستاليتو داكشي مزيان ما عندي ما نقول تبارك الله عليكم تبارك الله الجمهور الكريم وتبارك الله على الحي ديال الناسيم